مساء الخير على حضراتكم مشاهدي ومتابعي كايرو لايف قناة القاهرة 24 في كل مكان. معاكم محمد العبساوي صحفي بالموقع. احنا متواجدين دلوقتي مع الأستاذة دعاء دعاء بننقل لحضراتكم تفاصيل مشكلتها مع زوجها، مشكلة غريبة. هنعرف التفاصيل ونعرف الحكاية كلها منها لأن الموضوع يعني صعب. فاتفضلي عرفينا بنفسك. أنا اسمي دعاء ناصر، ليسانس حقوق. اتجوزت في شهر 22/2/2022. قبلت إن أنا أقعد مع أمه في شقة واحدة. اتجوزتي مين بقى؟ زميل محامي برضو؟ هو محامي. هي للأسف الخطوبة كلها كانت في شهر. وقبلت إني أقعد مع أمه. كتبت القايمة بتاعتي بعفشي أنا بس. حصل بعد اسبوع، بعد اول اسبوع جواز، حصلت مشاكل بدون اي سبب من امه، ما كنتش لاقيه لها اي مبرر. يعني مجرد مثلا ما لو اي لمسه على كتفي، على اي حاجه بيبقى فيه، بلاقيها بتاخد، بتزعق، بتتضايق بطريقه غير مبرره خالص. يعني لو نزلت معايا برضو الموضوع بيبقى صعب جدا، خناقات غير مفتعله، مش لاقيه لها اي مبرر. دي والدته. دي والدته، وهي يعني امرأة مسنة، يعني فوق 70 سنة، فقلت جايز تكون بتخف عليه زيادة او طب حاجة. هو انت كنت تعرفيه قبل الجواز ولا جه تقدم للبيت ودخل؟ لا، هو كان معايا من زمان في الجامعة، يعني من 10 سنين تقريبا، بس ما كانش فيه بينا اي تعامل، يعني غير على الصداقة على الفيسبوك بس. تمام. في الاخر كان في تعامل، يعني انا كنت بترجم انجليش، فترجمت له السي في بتاعته، وكنت سبب ان جاله شغل في شركة سعودية. وبعدها قال لي بقى ان هو معجب بيا وعايز يخطبني، فجه البيت على طول وقال انا جاهز، وعايز في خلال شهر الموضوع يتم، واختار تاريخ مميز يعني. فخلاص يعني كان الموضوع تم وخلاص. احكي لي بقى ايه اللي حصل اول ما اتجوزته. هو اللي حصل ان انا ما اتجوزتش بشكل طبيعي. يعني كانت صدمتي انا من اول يوم. بدأ يقول لي كلام غريب جدا. بدأ يقول لي ايه، شفتي قبل كده واحدة مع واحدة؟ كلام غريب يعني. قلت له هو ازاي بتكلمني في حاجة زي دي؟ فالموضوع بالنسبة لي كان صعب، ومش فاهمة هو ليه بيتكلم في حاجة زي كده. تمام. حصل ان انا رحت وداني الدكتور من تالت يوم، انه ما هو مش طبيعي، يعني مفيش حاجة حصلت بشكل طبيعي. يعني في عدم قدرة. فوداني الدكتور تانية، لان الدكتور اتخانقت معاه وقالت له تسببت لها اصابة او جرح، ومفيش اي حاجة تاني حصلت. وقالت له ما ينفعش يقرب لي خالص لمدة 10 ايام. ايه اللي حصل بقى بينك وبين والدته وهو؟ هي سابتنا اول اسبوع، بعدها جت اتخانقت معايا ان انا نزلت معايا. مجرد اني نزلت معايا وكنت محضره لها الفطار وكل حاجه، بدات ان هي هو سافر، كان عنده شغل في السعوديه، سافر اسبوعين، والفتره دي قال لي ان انا هقعد معاها. قعدت بالفعل معاها. بدات هي كمان تقول لي كلام غريب جدا، بدات تطلب مني، يعني نظراتها اللي هي كانت لما هو غريبه. سافر انت قعدتي مع والدته لوحدكم، لوحدنا. ايه اللي حصل منها بقى؟ احكي لي بالتفاصيل يعني. تمام، اوكي. هي كانت الاول المشاكل ان ما ينفعش ان انا اطلع اكل واعمله من غير ما اخد اذنها، مع في حين ده اكل يعني اللي اهلي جايبينه لي، وانا ما كنتش بتكلم في حاجه زي كده. يعني كنت لما بعمل اكل كويس، يعني انا برضو شيف، وكنت طلعت في اكتر من برنامج، تمام. فكانت دايما تبوظ لي الاكل اللي بعمله، يعني اصحى الاقيه بايظ، تتريق عليه بدون اي سبب. قلت عادي جايز، يعني حاجات الحماوات اللي بتحصل دي. لكن بدأت انها بتبص لي نظرات غريبة جدا في مناطق غريبة جدا. بدأت تشدني من هدومي وتقول لي انت كل يوم تلبسي لي طقم شكل، طيب خفي الهدوم دي شوية. إيه، انت صعبانة عليا، جوزك مسافر، وايه رأيك لو ان انت يعني اعمل معاكي اللي جوزك بيعمله؟ فانا كنت في حاله صدمه، اللي هو يعني ازاي حضرتك بتقولي كلام زي ده؟ يعني انا مش مستوعبه الكلام اللي بتقوله لي. و
قلت لها اللي يعمل كده يروح جهنم، يعني قلت لها كده بمعنى الكلمة. بصيت لي نظرة انا مش نسيها ابدا، وسكتت. مجرد ما جه ابنها بدأت ان هي قلبت وشها عليا، وفضلت تقول له حاجات انا ما اعرفش قالت له ايه. فقال لي انا هوديكي عند ماما طب تزوريها. هو ايه؟ معلش، انت لما اتفضل. قلت لجوزك الكلام ده كان رد فعله ايه؟ بيقول لي عادي بتهزر. بتهزر؟ قلت له ما فيش هزار كده، وهي ما كانتش بتهزر، وكانت كل شويه تدخل عليا وانا نايمه، وخدت مفتاح الاوضه من ان انا ما يبقاش في اي امكانيه ان انا اقفل الباب نهائيا على نفسي. كل شويه تدخل عليا وتقول لي يا تنامي جنبي انا انام جنبك. قلت لها انا ما بعرفش انام جنب حد. وبدات ان دي فعلا كانت مشكله عندها هي، لما اهله جم يعني قرايبهم، كانت هي دي مشكلتها، ان هي مش عايزه تنام جنبي ومش عايزه انا انام جنبها. انا مش فاهمه يعني هو ايه المشكله في كده. بدات لما اهلي بيكلموني في التليفون تقول له دي بتكلم رجاله، من ان انا بكلم اهلي. بدأت توقع بينكم. بالظبط. فلقيته بيتخانق معايا، لقيته بيقول لي انت بتكلمي مين على الواتساب، مين الستات اللي انت بتكلميهم، لما هو كان عامل لي هاك على تليفوني لاني ما بكلمش حد. فبدأ يدخل في البنات زميلاتي اللي انا اعرفهم ويقول لي انت في علاقة بينك وبينهم. برضو انا مش فاهمة يعني ايه علاقة بيني وبين بنات، يعني الموضوع طول كلامه كله في اطار ان في علاقات عادية وطبيعية ما بين البنت والبنت او الراجل والراجل. ده كان مضمون كلامه معايا طول الوقت. فبعد ما وداني ازور اهلي وعرفنا. اتفضل. اخي، يعني هو طلب منك سؤال واضح كده ان انا عايزك في علاقة انا وانتي ومامتي مع بعض، يعني ما كانش بشكل واضح، لان من اول يوم انا رافضه الموضوع تماما وبقوله ان دي حاجه حرام ما ينفعش اصلا انك تكلمني فيها، لان هو ما قاليش بشكل صريح ان انتي وماما. بس في الاخر قال لي حاجه، يعني قال لك ايه بقى؟ في الاخر لما الاكل بتاع اهلي اللي جايبينه لي خلص، مفيش اكل في البيت، بدا يقول لي روحي بنفس اللفظ كده اقعدي على رجل ماما وحجرها وبوسيها وانا اجيب لك اللي انتي عاوزاه. قلت له انا لا يمكن هعمل كده ومش عايزه اكل. كان وقتها فاصل عني الانترنت ومفيش معايا رصيد اكلم اهلي ولا اي حاجة، ومش قادرة ان انا اتواصل معاهم اقول لهم اي حاجة. فمن عند ربنا جات لي ميكسات هدية مجانية، بدأت ان انا اعرف اهلي الوضع ايه، وهم تاني يوم على طول جم والموضوع انتهى يعني. بس فهو قبلها بقى عمل لي انذار بالطاعة، بعت لي كلام صعب جدا على الواتساب، بدأ ان هو يكلمني بيتهمني في شرفي وفي اخلاقي وكلام، ويقول لي انت اللي قايلاني ان الرجاله متحرشه بيكي، وقايله لي الكلام، يعني كلام صعب جدا، يعني كلام انا عامله بيه دلوقتي، يعني انا هقدمه حاليا في المحكمه الاقتصاديه، لان هو عامل فيا سب وقصف ان انا قلت له انت مش راجل وانت ابن امك. وده اقل رد فعل ممكن اقوله قصاد كل اللي هو عمله وقصاد كل اللي هو قاله. ومع ذلك بعد ما وصلني الانذار بتاعه، هو جه وكان معاه محامي تاني، قال ان هو قريبه، لكن اكتشفنا بعد كده انه مش قريبه ولا حاجة. وبالفعل حصلت مشادات، وفي النهاية تم الصلح وروحت معاه بعد كل اللي حصل طيب ده. حضرتك عارفة خطورة الكلام اللي حضرتك بتقوليه؟ انت بتتهميه اتهام صعب جدا، ايوه انه صح. طلب منك تعملي علاقة مع والدته والحاجات دي كلها انت مصدقاها ومقتنعة بيها انا شفت وحصلت ده معاكي فعلا؟ حصل معايا، ده حصل معايا. ولما طلبت من المحامي بتاعي في وقتها ان انا اعمل قضية بالكلام ده، قال لي ان انا ما مش معايا، يعني مش مصوراهم او مش معايا حاجة تثبت ده فعلا بشكل حقيقي، ولكن ده بالفعل حصل، يعني حصل هو حصل، وهتعملي بيه محضر وهعمل بيه وهتقدمي. محضر، ومش هتنازل المرة دي نهائيا عن كل ده. وطبعا ده بعرضهم على بالعرض على الطب الشرعي هيبان كل اللي انا بقوله، وانا مسؤولة عن كل كلمة بقولها، ان هو فعلا هو مش بني ادم هو طبيعي. طبعا ليه حق الرد، يعني هو ليه حق طبعا الرد معانا في طبعا. اي وقت، ولكن انا عايز افهم هو طلب منك ايه تاني غريب؟ الغريب اللي بعد كده، يعني
اللي هو طلب مني، يعني ربنا حلل اي حاجه في الدنيا ما بين الزوج وزوجته ما عدا اتيانها من الدبر. دي اكتر حاجه كان بيطلبها مني وانا رفضت. هو اساسا ما حصلش اي حاجه ما بيننا، ما فيش حاجه حصل، ما فيش، والحمد لله ان ما فيش اي حاجه حصل. يعني ما فيش حاجة حصلت وقت الجواز خالص؟ لا، هو زي ما قلت هو لحضرتك في بس البداية ان في إصابة اللي الغشاء حصلت لما دخل وخلاص. اتصد من الجنب، فالدكتورة قالت له كده هو الغشاء موجود زي ما هو، بس هي بقت مدام لأنه فض من الجنب. كان في محاولات كتير بس ما فيش، برضو فشل. ما حصلش حاجة. وبرضو انا ساكتة واستحملت وما قلتش لأهلي اي حاجة من الكلام ده. فلما رجعت معاه اللي اكد لي ان وجود علاقه بينه وبين امه، لقيته واقف قدامها بدون اي ملابس تماما. بدات ان هي بايديها يعني كان ايديها بيقف قدام والدته بدون اي ملابس. بالظبط، بدون اي ملابس. وانا ذهلت من الموقف ده، وبقيت بزعق واقول ايه اللي بيحصل ده وايه اللي انت عامله ده. عادي كان بيضحك عادي جدا ويقول لي عادي، ويقول لي انا متجوز اتنين، انا متجوزك ومتجوزها. قلت له هي امك وانا مراتك، ما ينفعش، مينفعش يبقى فيه مقارنة ما بيننا، دي علاقة ودي علاقة تانية خالص. بالظبط. بالظبط. فيضحك ويقول لي، يقول لي لا عادي. بدأ يبقى فيه ألفاظ ان هي تقول له انا اللي عملته لك. يعني بدأت ان هي تمد ايديها في مناطق ما تنفعش خالص عنده، ده عنده هو عنده هو قدامك. قدامي تقول انا اللي عملته لك، انت هتنسى ولا ايه؟ اقول لها وهو يقول لها اوعي تقولي حاجة، اوعي تقولي حاجة. لحد ما الموضوع بقى يعني قالت لي في يوم بشكل صريح، قالت لي ده جوزي قبل ما يبقى جوزك، وخليته ينام جنبها، وما ما بقاش خلاص ان هو حتى يبات عندي في الاوضه، ده ما بيحصلش جنب خالص والدته. جنب والدته. وانت كنت بتشوفي ده بعينيكي؟ شفته وهو نايم في وضع غير لائق نهائيا. بدات ان هي تلبس ملابس مكشوفه جدا، يعني لا تليق ابدا بسن امراه مسنه في السن ده. لما تلاقيني قاعده، يعني قاعده في بيتي براحتي، فاللي هو ازاي انا لابسه كده؟ فبدات هي كمان تلبس المنظر ده، مع انها كانت بتحكي لي بتقول لي انا عمري في حياتي ما قعدت قدام عيل من عيالي بلبس بالمنظر ده. طب هي عندها أولاد غيره؟ هي كان عندها ابن وتوفى من 20 سنة، وعندها بنت. والصدمت بيه برضو، هو لما جيت قدمني قال انها مسافرة خارج البلاد مع جوزها، لكن فوجئت ان هي جت حضرة الفرح وانهم على خلاف، وهم قطعوا بنتها من 15 سنة وما حضرتش فرحها، وعملوا تمثيلية قدامي من الاخر علشان بس ايه تبان ان العلاقات بشكل طبيعي ما بينهم. تمام. فالكلام ده انا عرفته من بنتها، ان في خلافات ما بينهم، وهي بس من علشان صلة الرحم فقط. كانت بتتصل مثلا في المناسبات وبرضه ما تردش عليها او يرد بطريقه مش كويسه. تمام. بعد ما تم الطلاق ايه اللي حصل؟ هو اللي حصل ان انا طبعا لما عمل لي الانذار بتاعه، هو رفض ان هو يعمل تصالح على الانذار ده، وكان عايزني اتنازل عن قيمتي في مقابل انه يروح يعمل محضر بالتصالح. طبعا انا قلت له انا ما استلمتش حاجه، انا حاجتي عندك اهي. وراح قدمت طلب بقى يعني رحت للمحامي عندنا، عملت له توكيل، وعمل لي اعتراض على انذار الطاعه. كان باقي 3 ايام بالظبط واكون ناشف. وطبعا قدمنا الطلاق بقى، يا طلاق للشقاق، لان ما استحاله بعد كل اللي حصل ده ان انا اعيش مع الناس دي نهائيا. يعني ان انا وصلت لمرحله اني كنت هنتحر، يعني ان انا نفسيا الموضوع كان صعب جدا. يعني ما قلت ما فيش حد هيقدر يتخيل ده. لما رحت تعبت جدا، ان هي تعمل ايه؟ انا وقعت فجأة وحسيت ان ما كنتش قادرة، لقيت نفسي يعني عندي هبوط ومش قادرة، ما كنتش قادرة افتح عينيا، زي كأني عندي غيبوبة بس فايقة. فودوني للمستشفى، وساعتها الدكتور سألني قال لي انت بتاخدي علاج سكر؟ قلت له لا. فأول ما خرجت قالت لي هو قال لك انك عندك سكر؟ قلت لها لا. فاستغربت جدا، يعني اشمعنى السكر؟ انا الحمد لله ما كانش عندي امراض يعني.
فقلت لها لا ما قاليش. فتاني يوم كانت هي تقول لي ارتاحي وانا هعمل لك كل حاجه، عملت ينسون، قالت لي ادخلي انت وانا هجيبه لك. ايه اللي عرفك ان هي اللي حطيت لك حبوب منوم في الاكل؟ لقيت في اليانسون باقي البرشامه لسه ما دبتش، طلعتها قدامهم وفضلت اقول ايه ده ايه ده، ما فيش، ما بيردوش اصلا عليا، يعني تجاهل ولا كاني بتكلم اصلا. ما شكيت بقى خلاص، انا يعني انا اتاكدت، يعني كله كان شكوك، لما شفت الموقف ده اتاكدت، وكنت عامله سيرش عن الموضوع ده شايفه ومفيش اي رياكشن منه، ساب موبايلي وراح لمامته وسمعتهم وهما بيقولوا احنا هنقول لاهلها ان هي تعبها ده انها ما بترضاش تاكل معانا وعشان كده وقعت. فما كنتش عارفه اعمل ايه خالص، وقطع عني طبعا النت وكل حاجه، وانا مش عارفه اعمل ايه، ما كانش معايا غير ربنا بس، يعني الموضوع مش سهل خالص. بس طبعا في الاواخر ما كانش بقى هو بيبات عندي في الاوضه خالص ولا كانه يعرفني اصلا، يعني كان بيبات فين؟ جنب مامته وجنبها، وكل حياتهم مع بعض، وانا ماليش اي وجود. عملت الاعتراض على انذار الطاعه، يعني اهلي ساعتها جم قالوا له يلا روح اعمل الاعتراض، رفض وتطول على 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 والدي بابا. انا بابايا راجل تعبان دلوقتي، هو بالمعاش وتعبان جدا، ورفض واتكلم بابا بطريقه غير محترمه وطردني وقتها. ما كانش حتى يعني ما كانش معايا طرحه حتى انزل بيها. خدتها من اللاندري هناك ونزلت، طلعت على الاسم هناك، اسم الوايلي، وحررت محضر بالطرد، وطبعا كل منقولاتي الزوجيه عنده، وما رضيش يسلمني اي حاجه، وقال لي خلي المحكمه بقى تجيب لك حاجتك، في حين ان هو اللي وداني للمحكمه، هو اللي وصلني بانذار الطاعه مش انا اللي رحت خالص. لما كنت هاخد قرار بقى، يعني رايحه رحت للمحامي وهعمله توكيل، اليوم ده السيستم كان واقع، فروحت البيت لقيته موجود في البيت وجاي علشان يصالحني، ورجعت معاه، يعني رجعنا. و انا بعدها، لا معلش سوري، انا في احنا قلنا الجزء ده، انا بعد موضوع الطرد ده انا ما رجعتش خلاص، يعني بعد ما عملت له محضر الطرد ما رجعتش تاني، وقدمت المحامي بتاعي قدم طلب مضاف بالطلاق للشكوك. طب ليه اول ما والدته طلبت منك الحاجات دي ما سبتيش البيت ومشيتي؟ ما كنتش مستوعباها، انا عقلي مش مستوعب ده، ما اتاكدتش غير لما شفتها هي بتعمل معاه ايه، يعني ما فيش ست طبيعيه ابدا الساعه 3 صباحا تتخانق ان ازاي تقول له، يعني بصوت عالي جدا تقول له انت فاكرني نايمه على وداني ومش عارفه انت بتعمل ايه، طفي النور وفاكرني مش عارفه انت بتعمل ايه، وما فيش اي حاجه بتحصل، يعني لدرجه ممنوع ان انا ادخل التواليت بالليل، ممنوع. يقول لي اوعي تقومي بالليل تفتحي حتى تاخدي شاور، ده من غير حاجه، يعني انا بطبيعتي بسهر، فهو بالنسبه له ان انا لو عملت ده انا كده عملت جريمه، ان مامته هتفهم ان في حاجه. طب ما حكيتيش لمامتك ليه في وقتها؟ مش عارفه اقول ايه، انا مذهوله، يعني ده مش وضع طبيعي، يعني دي حاجات مش طبيعيه بتحصل. فالشذوذ ده حاجه صعبه جدا، يعني والام وابنها دي حاجه مستحيله، فالوضع بالنسبه لي ما كانش سهل ابدا. بدأ بعد كده ان هو وتوصل للمحامي بتاعي، وكان عايزه يتنازل عن ان هو يقف جنبي في الدعوة. طبعا المحامي بتاعي رفض انه يتنازل، قال انا لا يمكن ابيع الموكلة بتاعتي، ورفض ان هو يتنازل عن الدعوة بتاعتي. بدأ انه يشتم في المحامي، بدأ انه هو يشهر بالمحامي وبي على صفحته على الفيسبوك عنده. اللي حصل برضو اني لما رجعت صورني وانا في اوضه النوم، بدا ان هو يهددني بالفيديوز دي. صورك ازاي؟ يعني فجاه لقيته بيقرب مني، وفجاه راح مطلع كاميرا الموبايل. انا ده مسحته في وقتها واتخانقت معاه، وكان لحظه يعني مش مستوعبه اللي بيحصل، فبقول له انت ايه اللي بتعمله ده؟ قال لي انا حابب اتفرج على نفسي، مع انه هو جايبني انا، هو مش جايب نفسه، مفيش اي حاجه، كله موجهه عليا انا. الفيديو ده مسحته في وقتها.
بعد كده بعت لي على الفيسبوك كاميرا وقال لي ان هو بعت لك على الفيسبوك سوري صورة كاميرا الواتساب، على الواتساب، على الواتساب ده الواتساب. لما زعلتي وسبت ده البيت بقى لما كان في قضايا بقى ما بيننا، لما انا بعت لك صورة طلقت كاميرا وبيقول بعت لك لي ايه؟ الكاميرا وقال لي الكاميرا دي ليها كلام كتير، ليها عندك كلام كتير هقوله في وقتها. وغير لي اسمي على الماسنجر هو يعني قصده فيما معناه ان هو كان بيصوركم انتوا اثناء بيصورني. العلاقه، بالظبط وحضرتك بتقولي اصلا ان ما كانش في علاقه، يعني ما بالظبط، كانش بيحصل بس علاقه اصلا، مصورني يعني هيصور بلبس ايه؟ البيت، يعني ان انا كنت براحتي، انا قاعده براحتي في البيت، فهو فكره الصور دي انها هتنزل، ومش هو طبعا، ان هو لقاها لي موجوده على مواقع علشان يتهمني في شرف. يعني حضرتك استاذه محاميه معاك لسانس حقوق، مدركه الكلام اللي حضرتك بتقوليه، مدركه خطورته اه طبعا والاتهام اللي بتوجهيه ايوه لزوجك تمام او اه طليقك. طبيعي طبعا انا يعني مسؤوله عن كل كلمه بقولها، وكل ده انا محرره بيه محاضر، كل ده ثابت بالمستندات. محرره محاضر ايه بالظبط بقى؟ انا عايز اعرف المحاضر اللي حررتيها بالظبط ايه. سب وقصف وتصوير، ان هو اتهمني في اخلاقي، ما عندوش اي دليل على اي كلمه قالها. التصوير، موضوع التصوير ده، لان هو غير لي كمان الماسنجر بتاعي، خلى اسمي الخاينه اللي ليها فيديوز سكس. طبعا كل ده انا عفوا. يعني انا بس بقول اللفظ اللي هو تمام كاتبه. تمام طبعا ده اللي انا عرفته برضو وانا جوه بيته، ان هو ليه سوابق في الموضوع ده، هو معاه صور لبنات كتير بينزلها على مواقع للاسف باسماء غير اسمائهم الحقيقيه، وده كل تخوفي انا، ان انا اضمن منين ان هو مش منزل لي حاجه، ان هو ما نزليش حاجه باسم غير اسمي. وبعت لي برضو من ضمن المسج اللي بعتها لي، ان هو عمل استعاده لكل المحذوفات اللي اتحذفت، اللي انا حذفتها، وقال لي كل اللي حذفتيه موجود عندي تاني. كل ده برضو انا عامله بيه محاضر. ولما رحت بيه مباحث الانترنت في وقتها، قال لي هو كان بيمسح الرسائل، بيبعت الرسائل بيبعت رسالة ويمسحها في ويمسح. وقتها، او بس انا واخداها سكرين، كله واخداه. فقلت له حضرتك لازم يكون في طريقة تستعيدوا بيها الرسائل دي. فقال لي لازم تعملي الاول محضر في عن طريق الاسم والنيابة تبعت لنا وكده. فطبعا مشيت في الاجراءات بتاعتي وعملتي وعملتها. فاللي حصل بعد كده ان هو في قضية تبديد العفش القايمة، استعان باربع شهود زور منهم سواقين. يعني انا لما كنت بسمع المحاضر اللي قايلينه، يعني ذهلت اكتر من كم انعدام الضمير والناس اللي بتحلف على يمين كتاب ربنا بالكذب ده، ان انتوا شافني ونزلت معاه السواق وخدني ورحت وجيت، كل ده كلام كذب، ناس انا معرفهمش. فطبعا القاضي ما اقتنعش بالكلام ده، والمحامي بتاعي مشكورا يعني بذل جهد جامد جدا في القضية دي، وجاب لي حقي واتحكم عليه، تم الحكم عليه بحبس سنة في قضية تبديد القايمة. وبناء على الحكم ده هو طلقني ساعتها، لان ما كانش برضو عاوز يطلقني، وجي عند المأذون وقال لي اعتبريني ما قلتش اي حاجة وما حصلش اي حاجة من اللي حصل ده، ونرجع واحنا بناخد العفش بتاعي. جايب مأجر جاردز، جايب جاردز كتير جدا حوالي 5، مؤجر مسجلين خطر، كان مصمم ان اطلع انا الاول، انا والمحامي بتاعي بس، وفوجئت ان في ميه نار موجوده في المطبخ. كل دي ترتيبات امه على فكره، هما بيعملوا حوارات رهيبه، يعني حضرتك ممكن لو قعدت معاهم يعني معاها هي شخصيا، هتقول ان انا مش انا كدابه، انا مفتريه عليها، كتر التمثيل، يعني السينما حقيقي غايبه عنها، تمثيل فوق العادي. لكن ده ثابت يعني موجود بالقضية اللي هو واخد فيها سنة حبس. وعرفت من بواب العمارة بتاعه ان هو عرض عليهم مبلغ في مقابل ان هما يشهدوا زوري ان انا استلمت عفشي، والمحامي سوري البواب مشكورا رفض، وقال له لو اخر يوم ليا هنا هو هتقطع عيشي، انا لا يمكن اني اشهد زور على واحدة، انا عندي بنات. فربنا يبارك له فعلا. تمام. والحمد لله خدت عفشي ساعتها واتطلقت على الابراء، يعني تنازلت عن النفقات وعن اي شيء، في حين انا اللي كنت بصرف برضه، وكان عايزني من تالت اسبوع اني انزل واشتغل عشان اصرف على اعلى البيت عليهم. والحمد لله يعني قلت خلاص انا خلصت منه وانتهينا. عدى شهرين ولقيت جايلي في البيت، جايلي دعوة
جلسه بتجديد دعوه شطب الطلاق. احنا قضيه الطلاق اتشطبت خلاص لان الطلاق تم. ففوجئت هو ليه في تجديد للشطب. حضرتك تخيل انه انت كراجل بتقول انك راجل رايح قدام القاضي تقول هي وقفت لي حالي وانا مش عارف اخطب واذتني في مشاعري. يعني انا حضراتكم تخيلوا معايا ايه الكلام ده. يعني انا كبنت ما قلتش كده. فحقيقي الوضع غريب جدا والقاضي نفسه قال له انت عاوز ايه يعني. فالموضوع انتهى طبعا وما حصلش اي حاجه. خلصت برضو انا نسيته والموضوع بالنسبه لي منتهي. فوجئت بالايام اللي فاتت دي ان جاي لي استدعاء من النيابه ان انا متهمه في قضيه سب وقصف من قبل هو. ان انا هو رفع عليك قضيه سب وقصف. رفع عليا سب وقصف. وبالفعل رحت النيابه وتحقق معايا يوم الاثنين اللي فات. وانا مش عارفه في ايه يعني. انا مش مستوعبه ايه جريمتي يعني. اما الاقي نفسي وسط المتهمين والمجرمين وانا متهمه بالفعل. فايه اللي انا قلته؟ اني قلت له انه مش راجل وانه ابن امه. لا انا عندي كلامي. مفيش حد بيعمل قلت له كل الكلام ده فين بقى؟ قلته له على الواتساب. كل ده هيتحول على المحكمه الاقتصاديه. وده كان اقل رد فعل مني على الاتهامات اللي وجهها لي. هو اتهمني الشرفي واخلاقي وده هقدمه في المحكمة الاقتصادية ان شاء الله الايام اللي جاية. وحقيقي لا يمكن اتنازل عن حقي ابدا يعني. انا مش فاهمة هو عاوز مني ايه. فلما اخد من المحكمة من النيابة اخلاء سبيل يعني كان ممكن يتحفظوا عليا وينزلوني الحجز بتهمة ايه يعني. انا متهمة بايه وانا مطلقة من 8 شهور بالظبط وعملت له محضر بعدم التعرض. فده تاني تعرض ليا بشكل رسمي. فده إساءة سمعة ليا. فاللي هو انت مين؟ دايما يقول انا معايا جهات بتسند ايا كان يعني. هو بيغلط فيكي قبلك؟ طيب من بعد الطلاق اتقابلتم؟ شفتوش بعض خالص؟ لا. ولا في تواصل بينكم؟ مفيش اي تواصل. انت ومامته او حاجات غير اخلاقيه؟ كان بعت لي رساله على الواتساب يعني كان مضمونها ان ما مش عارفه يعني. هو كلامه غريب جدا. كل كلامه علاقه واحده مع واحده. دي بعتها لي في رساله بس ما جابش فيها سيره والدته. لكن هو ده اللي حصل يعني. ده قبل ما يتم الطلاق لما كان في بينا تقاضي كان في حرامي بس للاسف ما لحقناهوش لان تمام. كان في صوت مفتاح. طب قولي لي اخر التطورات اللي حصلت بقى اليومين دول. ايه الاجراءات اللي انت ماشيه فيها وايه الاجراءات اللي هو ماشي فيها؟ الاجراء اللي جالي من كام يوم هو قضيه السب والقصف اللي هو رافعها عليا. وانا ماشيه في هرد اعتباري هقدم كل ما يثبت براءتي انا في قضيه السب والقصف دي لان ده اقل رد فعل على اللي هو قاله لي. مش هسيب حقي في التنازل عن اللي شفته منه ومن امه. وطبعا السب والقصف والتصوير مش هتنازل عنه نهائيا. تمام. حضرتك والدتها حابه تقولي حاجه عن الموضوع او حابه توضح لنا حاجه؟ انا هقول حسبي الله ونعم الوكيل لان احنا اصلا يعني بنت اتظلمت. حضرتك لما بنتك قالت لك الموضوع ايه رد فعلك للموضوع؟ انا مذهوله. انا رحت يعني ازاي انت بتقول كده يعني؟ الست نفسها جت لما رحنا نجيبها يعني بنقول له اعمل انذار الطاعه يا ابني عشان ترجع نفكرهم ناس كويسين وكده. راح قال لا مش هروح. طب ليه يعني؟ انت عايز ايه من الاخر؟ يقول لي لا انا مش هروح. انا مش عايز. طب انت مش عايز هسيبها خلاص يعني. خد العفش وسيبها. راحت الست نفسها لما هي بتقول بينام جنب والدته وكده راحت الست نفسها فوجئت انا ذهلت من الكلام اللي الست بتقوله. قالت ايه بقى؟ بتقول انا ايوه انا بيني وبين ابني علاقه. انتوا ايه وترقص كده وحركات فظيعه؟ انتوا فاكرين عايزين ايه؟ بينام جنبي بنعمل حاجه؟ اه بنعمل حاجه بهذا اللفظ. فانا ذهلت. يا ست عيب انت ايه اللي بتقوليه ده؟ مش ممكن. قالت لحضرتك كده؟ ايوه قالت كده. ورحت خدت بنت ومشيت وهم طردونا ويلا مشوا من هنا وخدوا كل حاجتها ورحنا مشينا. رحنا عملنا فيهم محضر ومشينا ومن ساعتها ما عملناش فيهم اي حاجه يعني. حسبي الله ونعم الوكيل فيهم. حد بيتعرض لكم دلوقتي منهم؟ لا هو اللي بيتعرض لنا قصاد الحاجات اللي بيبعتها لنا في المحكمه. وانا كده خايفه على بنتي يعني. بقتش تخرج بقتش يعني كل حاجه مش عارفه. انا مش عارفه
حسبي الله ونعم الوكيل فيه، لان فعلا احنا ما عملناش فيه حاجه وحشه، يعني تنازلنا عن كل حاجه. يعني اما جه قلنا له ماشي وتقعد مع والدتك، ست كبيره وعادي وتخدمها، وكانت بتخدمها زي والدتها يعني، وكانت عامله لها كل حاجه وهي مش عاجبها كده. قال لها اصل ماما مش لاقيه فيك غلطه، يعني انت عايز ايه؟ طيب يعني مامتك مش لاقيه فيها غلطه، انت هتجيب لها غلط بالعافيه؟ يعني ايه مامتك مش لاقيه فيها غلطه؟ طب هو ما كانش باين عليهم اي ابدا، حاجه كان لما كان محترم وتشوفه ملاك نازل من السما، ملاك وادب ومكسوف وكانه يعني يخدعك، وخدع كل اللي حواليه فعلا، وبيمثله بطريقه لا يمكن لا يمكن تقول ان ده في اي حاجه. يعني الواحد اتصدم في صدمه كبيره. طب انت ليه، ما انت ما عايز بنتك ده، عم خدتها ليه؟ ما انت امك غنياك عن بنتي، يعني ليه عايز بنتي معاك؟ يعني حاجه غريبه. انا عمر في حياتي انا مذهوله، انا بقالنا سنه بصراحه مدمرين، يعني الواحد مش متوقع اللي بيحصل، لغايه خلاني فقدت الثقه في كل الناس اللي حواليا، مش عارف، ما بصدقش حد. يعني الواحد طول عمره مسالم ومالوش دعوه باي حد، يعني في حالنا ومالناش دعوه. انا معلمه اولادي الحمد لله احسن تعليم، والادب والاحترام والدين وكل حاجه، لكن فجأة كده نقع في الناس دي، انا مش عارف، هو ابتلاء من عند ربنا واحنا راضيين بيه والحمد لله، لكن يجي لنا بالشخصية دي ما مش عارف. تمام، حسبي الله ونعم الوكيل. في حاجة بس بعد اذنك، اتفضلي. هو مقيد محامي، ولكن هو غير مشتغل بالمهنه، واخد زوال من المهنه قبل كده اكتر من مره من النقابه، وتم طرده من عمله الاخير لسوء سلوكه وسوء مهنيته. ومعايا برضو الاثبات على كل الكلام ده، لان تمام. في قضايا كتير ما بينه وما بين صاحب العمل اللي كان عنده، يعني صاحب العمل ده اكرمه جدا وعمل له كمان عمره على حسابه، مجرد ما رجع عمل فيه برضو اجراء قانوني باكاذيب غير عاديه. وتم طرده من اكتر من مكتب محامي، يعني هو ما فيش اي شيء في المهنه. فمش معقول كل ما يكون عاوز يجدد الكارنيه بتاعه يعمل فيا انا كده. فده بس يعني لفت نظر ان هو معاه الكارنيه، هو بس ده لكن هو مش محامي، هو ماشي بالكارنيه بس، هو انا محامي هعمل واسوي فيكي وحاجات تهديدات. طب سريعا كده، ايه طلباتك؟ انا عايزه حقي، انا مش عايزه، انا عايزه حمايه، انا مش عارفه امشي في الشارع، انا خايفه. يعني انا ده واحد بيأجر بلطجيه، بيعرف ناس غريبه جدا، رقمي لدرجه يعني سرب رقمي عن طريق شركه من شركات الاتصالات، ولقيت ناس غريبه جدا بتكلمني، انا ما كنتش عارفه ارد على حد. يعني هو موزع رقمي على ناس غريبه، على اصحاب. تمام. يعني فازاي، يعني ازاي اصلا حاجه زي كده اي حد شغال في شركه الاتصالات يسرب بيانات العملاء كده؟ تمام. فهو كل اللي بيعمله منافي للقانون تماما، منافي للاخلاق، لكل حاجه كل حاجه. فانا مش انا ارتحت منه، وهو مش سايبني في حالي، هو مدعي الفضيله قاعد ان هو مفيش حد. شكرا مشاهدي ومتابعي كايرو لايف قناه القاهره 24، كنا معاكم مع سيده بتتهم طليقها انه كان بيعمل افعال غير اخلاقيه مع والدته، وطلب منها اكتر من مره انه يعمل معاها افعال غير اخلاقيه، وبتتهمه انه بيبتزها بفيديوهات كان مصورها ليها بدون علمها.